مستمرين مشاهدينا بصباحنا غير وحلقتنا الخاصة اليوم عن الميلاد المجيد. ينعاد عليكم عن جديد وعن بلدنا ولوين رح نروح يا هايدي. أما هلأ سلمى لمحطتنا الثانية، والكشاف يهدف لنشر روح الكشافية بين الأعضاء والكشافين ونشر العطاء والمحبة في المجتمع وبناء إنسان مؤمن ومواطن صالح يقوم برسالته تجاه الوطن والإنسان والكنيسة والقيام بمبادرات وأنشطة مختلفة. واليوم بمناسبة عيد الميلاد رح نتعرف مع السيدة ريم قاروت المسؤولة عن فئة الشباب الجامعي في كشاف فرسان المحبة في كنيسة سيدة دمشق. صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح النور، كل سنة وانتم سالمين. صباح الخير، ميلاد مجيد. استضافتكم واهتمامكم كمان. ميلاد مجيد عليكم يا رب. يعني دائما الكشاف هو حجر الأساس بكل المناسبات الحقيقة بالكنيسة، سواء كنا عم نحكي عن الميلاد أو كنا عم نحكي عن الفصح، دائما بيكون لكم تحضيرات قبل وبعد، فينا نقول وأثناء الحفل. خلينا نحكي عن تحضيرات هاي السنة لعيد الميلاد. تحضيرات عيد الميلاد بفرقة فرسان المحبة بتكون متنوعة، لأنه نحن عنا كل الأعمار من الابتدائي للجامعيين. فالابتدائي كان عندهم روحة لمار بولس، زاروا اليتامى والعجزة وأخذوا لهم مثل هدايا لفحات وقعدوا معهم وتفاعلوا معهم، هي على الصعيد الأولاد. وكان عندهم شغل على الصعيد الذاتي لإلهم، الأولاد الصغار بهذا العمر لازم يحسوا شو يعني عيد الميلاد وشو يعني مساعدة. كان عمل لهم روزنامة بيطلب فيهم مهمات كل يوم لحتى يعملوها، مثل ساعدوا أهلكم، ساعدوا الفقير، نظموا أوضتكم، هيك قصص. الإعدادي كمان راحوا على دار السلام، تواصلوا مع الأشخاص اللي مصابين بمتلازمة داون وساعدوهم وزينوا معهم وعملوا معهم نشاطات. الثانوي كان عندهم مبادرة مع جمعية بسمة للمصابين بالسرطان، كمان اخذوا لهم كوكيز واعطوهم مثل رسائل فيها طاقه ايجابيه وساعدوهم. اما الجامعيين اللي انا مسؤوله عنهم، فنحن بنقول مثل ما الاولاد بدها توجيه، حتى الكبار لازمهم توجيه كمان. فاول شيء عملناه انه نحن كان عندنا كل هذا الشهر مثل شغل على الذات تبعهم، يلاقوا حالهم مثل ببساطة الدنيا. هاي غلط، هاي غلط. كان عندهم اشياء عن الذات لحتى يقدروا يلاقوا حالهم ويحققوا حالهم بعيد عن كل الاشياء اللي حوالينا والضجة والعجقة. وطبعا بيكون عندنا رتبة التأمل والسجود والاعتراف اللي دائما بتكون ب خلال فترة الأعياد. طيب عارفين اليوم عن حالك أكثر، احكي لنا عن دورك ونشاطك بالكشاف. هلا أنا صار لي بكشاف فرسان المحبة من سنة ال 94 95. طبعا انقطعت فترة لحتى وقت تجوزت وربيت أولادي، بعدين رجعت اشتغل على تأهيل الجامعيين يلي هن القادة يلي عم يتركوا بصمة بولادنا جميعا يلي بيكونوا بالكشاف. حصرا جامعيين. اي انا مستلمة الجامعيين. فهي بتحسي كمان شغلة كتير مهمة، انه انت عم توجهي ولادك بالبيت وهن هدول الاشخاص هن الجامعيين عم يتركوا بصمتهم فيهم ويعطون توجيهاتهم بالحياة. طب هدول الجامعيين حتى هن صح اشخاص راشدين، بس بضل بحاجة حدا يضويلهم، ما رح اقول لك يربيهم او يوجههم، بالعكس يضويلهم على الاشياء الحلوه بذاتهم ويعطيهم الدفع. يعني نحن بنشتغل على تاهيل القاده يلي مثلا ممكن تعطيهم نقاط الحوار العشره، مسؤوليه، قدوه. في عندك كثير طبعا الشغل على الذات كثير مهم، وطبعا بيكون عندنا دائما تطوير للمواضيع وللافكار وللطرق لحتى نطور فيها هي الشخصيات وهي الاشخاص، لانه الزمن بيتغير دائما. اكيد شيف ريم وهيك بينادوكي. شيفتين ريم. ايه شيفتين ريم هيك بينادوكي الشباب. خلينا اليوم نحكي، وجودكم دائما باي مناسبه الناس بتنتظره، يمكن بهذا الوقت شوي نحن عم نبعد عن المظاهر وخصوصا بهي الظروف، بس ما فينا ننسى انه في شويه رسائل بتعلم وخصوصا الاولاد الصغار اللي بيكونوا مشتركين بالكشاف
النظام، المحبة، طبعا. رموز العيد، شو أني أنا ألتزم بين دروسي وواجباتي وبين التزامي بالكنيسة والشغل اللي أنا عم أدي، سواء كان تجهيز للكنيسة أو تحضير أو حتى مساعدة الكبار اللي بيدخلوا بالعيد. هاي المظاهر كلياتنا اللي بنشوفها على الباب لما بنفوت على الكنيسة قدي حلوة، وقدي بتحرص اليوم أنه أنت نقلتيها بأعمار مختلفة. صحيح. ويمكن بيختلف شوي الواجب اليوم مع الشباب، واجب أصعب بهذا الوقت إجباري. الواجب بيختلف لأنه أصلاً صار كمية المغريات يلي برات الحياة كتير كبيرة، سواء للأولاد وسواء للكبار حتى مننا وجر، فكتير بيختلف هذا الشيء على كيف تضلي جاذبتيهم للأمور ببساطتها، تضلي جاذبتيهم كيف أنه أنت ركز على حالك، كيف تطور حالك، ما تركز على أنه أنا عندي هيك أو أنا إن هو واجب وبس. تمام. لا، أنت عم تعمل شيء كتير حلو، شيء تكون مبسوط فيه بالدرجة الأولى، عم تعطي من قلبك، لأنه بالنتيجة الشغل بالكشاف والشغل سواء مع أولاد أو مع كبار أنت عم تتركي بصمة، فإذا هي البصمة ما كانت إيجابية يعني بالنتيجة كلنا نتاج الأشخاص يلي مرقوا بحياتنا، تذكري موقف من حدا وكلمة من حدا، فأنت وقت الأهل عم يسلموكي هيك مسؤولية ولد بين إيديكي بتحرصي دائما أنه تكون البصمة إيجابية. وتحضير العيد بيكون كتير حلو، يعني أنا لهلأ بتذكر كل تحضيرات العيد اللي مرت علي من أنا وصف سابع بالكشاف لهلأ بيتركوا بصمة، وهذا الشيء اللي بيخليكي ترجعي بعدين لأنه هذا المحل موجود بهي العيلة وبهي الفرقة. طيب احكي لنا اكثر، كيف بدات فرقه الكشاف؟ يعني شو الحجر الاساسي اللي كان للبدايه؟ حجر الاساس كان سنه 79 مع الاب الروحي المؤسس لنا ابونا الياس زحلاوي، الله يطول عمره طبعا اكيد، مع عدد واشخاص من المسؤولين بخاف اذكرهم انسى حدا، فمع احترامي لجميع اسمائهم و نتشكرهم طبعا انه لساتنا مستمرين. هن بلشوا بسنه 79 وكانت هن مجموعه شباب وصبايا عم يعملوا مثل جلسات روحيه ودينيه مع ابونا الياس زحلاوي، واسسوا هي الفرقه وحطوا لها طبعا مبادئها وقوانينها ودستورها ونظامها الداخلي يلي لهلا ماشيين عليه. شو المبادئ؟ مبادئنا نحن بتتلخص بثلاثة، إنه الفارس فارس المحبة بيكون فخور بإيمانه يلي بيعيشه، فارس المحبة مخلص لوطنه، وفارس المحبة بيعمل بكل واجباته ببلش فيها من بيته ومع الآخرين. يعني أهدافنا كتير بسيطة اللي هي يمكن هدف كل العالم، إنه نحن عن جد نحاول نبني إنسان فاعل بمجتمعه ومخلص لوطنه، فخور بإيمانه وبيحاول ينشر هذا الشيء بين العالم. نعم. يعني اليوم لما هيك بنسترجع بنرجع شوي لورا بنقول دائما فرسان المحبة كان لهم بصمة خاصة بكل الأعياد، وأيضا سنابل المحبة الجوقة وغيرها كان لهم كمان بصمة طبعاً بكل الأعياد، وكنا ننتظرهم ودائما بنتذكر أبونا الياس بنقول له الله يطول بعمرك. آمين. فارس الكلمة، فارس الكلمة الحقيقية. اليوم قديش الفرسان قدرانين فعلا يكونوا بهذا الوقت يحافظوا على هي المبادئ؟ عم نحاول قدر المستطاع، لأنه كل شيء حواليك بيخليك تروحي للطريق الأسهل يلي هو أنك أنت تتركي كل شيء تطوعي مثلا فيك تقولي، لأنه الحياة صار بدها دائما سيستم سريع تمشي فيه، بس عم نحاول قدر المستطاع. أنا عندي أمل كبير لأنه لمجرد تلاقي فئة شبابية لسه حابة تعطي هذا الشيء وحابة تترك أثر بالأجيال الأصغر، هذا الشيء كتير حلو، شيء بيعطيكي أمل أنه لسه الدنيا بخير ولسه نحن ماشيين صح. بيقولوا بالإنجيل إنه تبع ماذا يسوع بيقول، ماذا لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. الشيء اللي عم نسعى فيه بالفرسان إنه الإنسان بالعكس يلاقي نفسه وذاته ضمن هي العيلة، يضل يعرف إنه هي موجودة جنبه لتسانده، يحقق ذاته ويحاول يطورها ويحاول دايما يكون على قد المسؤولية المحطوطة عليه.
طيب ريم، نحن اليوم على بداية عام جديد، شو المبادرات والأنشطة يلي عم تسعوا لها خلال هالأيام؟ أهداف حابين تحققوها ما حققتوها هي السنة، شو المخططات للأيام الجاي؟ هلأ نحن مخططاتنا للسنة الجديدة هي دايماً إنه نتطور، إنه يضل اسمنا حلو بين العالم، وأولادنا اللي يطلعوا يكونوا دايماً فخورين بانتمائهم سواء لوطنهم وسواء لفرقة فرسان المحبة. ويعني هلأ بنجي بقى ببلش عنا الفصل الجديد مع نشاطات جديد مع الأولاد، ومنبلش نحضر مثل كل عادة لدوراتنا وأشغالنا الكشفية وطلعاتنا وكله هيك، والمخيمات شيء روتيني بس شيء حلو دائماً بنطمح له. أكيد. شفتين ريم، يعني اليوم نحن كنا سعيدين بوجودك معنا، وأنا لك ميلاد مجيد، ولكل طبعاً الكشاف بدنا نقول لهم ميلاد مجيد، اللي بيعطونا دائماً سعادة وأمل وبيعلمونا النظام بحياتنا. شكراً كثير لك. ميرسي لكم، شكراً كثير لك، ينعاد عليك بكل الخير. شكراً لك.